إقامة مجالس عزاء من قبل العشائر على أرواح من قتل من لبنانيين في العراق، لا يستقبلون التعازي وإنما يستقبلون التهاني، تبريكات لشهادة أولادهم. ألا تعتقد أن هذا الموضوع مستفز للسنة والشيعة بالعراق ممن قتل أبناؤهم في هذا الاعتداء من داعش؟ يعني أولا لا يستطيع أحد أن يفعل شيء لمنع مثل هذا الأمر أن يحصل، وأنت تعلمين أن مثل هذا الأمر له متبنيات فكرية عند بعض العائلات وعند بعض التيارات السنية تحديدا. طيب ولذلك قلت احنا مو بس السنية، احنا من الجيش العراقي قتل سنة وشيعة، لم يقتل فقط شيعة، بل ان اغلب المقتولون هم يعني شيعة، استشهدوا من عندنا سنة وشيعة، وعدد كبير منهم سنة. فالموضوع مو سنة وشيعة، الموضوع هو داعش متطرف وعراقيين أبرياء. عمالك علي ست منى، انا واحنا لست احنا من داعش والله تعذرني، لكن دم شبابنا ما برد بعده، دم شبابنا سنة وشيعة ما برد. لا انا معك، يعني انا لست يعني بالطرف الاخر، يعني انا معك متعاطف قلبا وقالبا، لكن اقول لك ما الذي يبرر لهؤلاء مثل هذا الامر ومثل هذا السلوك ومثل هذا التصرف؟ ولتسمح لي بان اكمل الجمله. هؤلاء هم على المذهب السني وعلى العقيدة التي تتبنى مثل هذه النظرية في الجهاد. يعني لا يستطيع أحد أن ينكر مثل هذا الأمر. أنا لم أقل أن هذا الأمر صحيح أو غير صحيح، أنا أتحدث هؤلاء كيف يفكرون، ما هي منطلقاتهم. ولا ضير إذا كان المقابل بالنسبة إليهم سني أو شيعي، ما عندهم أي مشكلة، سني شيعي مسيحي درزي، لكن هم يعتبرون أن هؤلاء في الصف الآخر فيجب قتلهم ويجب محاربتهم، وهم أصحاب العقيدة الصافية التي تتحدث عنها الوهابية السعودية التي انتشرت في أكثر من بلد في العالم مع الأسف الشديد. وهذا الأمر رأيناه في أفغانستان، صح، في العراق، في باكستان، في تونس. يعني تعلمين أن أكثر العمليات الانتحارية أبطالها من تونس. يعني حتى الآن بعد كل هذا الاستقرار الذي جرى في تونس، لا زال عدد الانتحاريين في العمليات الإرهابية من هذا النوع العدد الأول تونسي، صح، والعدد الثاني سعودي. أما العدد الأكبر في المشغلين الإرهابيين والعناصر الإرهابية فهو العدد السعودي. طيب. وعدد المعتقلين في السجون العراقية هو العدد الأول على مستوى العالم، عدد سعودي بحسب تصريحات رؤساء الوزراء العراقيين، صح، من المالكي رسمية إلى العبادي إلى عبد المهدي إلى القازمي المستقيل أو رئيس الوزراء المنتهية ولاية.